أعتقد إن أغلبنا هنا اتربى على مقولة مهمة أوي في توصيف النجاح، اتقالت له في البيت، هي ذاكر تنجح، ذاكر أكتر هتجيب درجات. يعني عملية قريبة كده من كل ما تبعت أكتر كل ما فرصتك بالفوز تكتر. الفكرة إن أنا عندي بعض الاعتراضات على المقولة دي، ويمكن أنتم فكر في لحظة من اللحظات المقولة اللي اتقالت كانت أكتر مادة ذاكرتها مش عارف جبت الدرجة دي إزاي، أو مع اني انا اكتر واحد ملتزم في المكتب لكن لما يجي رأي حد تاني. شويه حاجات قابلتكم ابتدت تطلع فيكم نقطه الشك في المقوله دي. ليه؟ لان المقوله كميه بتقول ان كل الافورتس محموده. الحقيقه ان مش كل الافورتس محموده، في كتير من الافورتس بنسميها مهدره على الفاضي. ويمكن ارتبط مع الفكره بتاعتنا عن النجاح دي حلم من احلام اليقظه. الحلم ده كان بتاع النجاح المبكر، ان انت مستنيك النجاح على عتبة حاجة جديدة بتبدأ تدخلها. بمعنى انا داخل الكلية، اول ما هدخل مع بداية الكلية مع بداية الشغل بتاعي الناس هتفوجئ بالكواليتي بتاعتي، والناس هتقول واو ازاي قدر يعمل كده. او هسافر برا، انا لو سافرت برا هطلع انجح واحد، انا لو اشتغلت في الشركة دي هبقى الرئيس بتاعها. فكرة النجاح المبكر، ويمكن يلخصها حلم كده كتير مر بيه حلم الاوديشن، انك جاي داخل ناس underestimating الباورز بتاعتك، وبعدين تبدأ تغني، تبدأ تعمل أي شيء، الناس تفوجئ وكل الناس تقوم على رجليها وتبدأ تهنيك. ولو تلاحظ إن الفكرة دي مرتبطة بإن في ناس بتهنيك، ركز، الفكرة أساساً مبنية على احتياجك للنقطة دي، مش مبنية على رغبتك في النجاح. وعادة كنت بتاخدها الفكرة دي وتبدأ تتفاعل معها. المشكلة ان الاثر بتاع النجاح المبكر ده ممكن يبقى مصيبه، ممكن يبقى اكتر حاجه انت مش عايزها في حياتك. خليني احكي لكم عن تجربه انا مريت بيها. انا بدرس وكنت بدرس ماده اسمها ديزاين. للي ما يعرفش ديزاين، ديزاين ماده تحمل كتير من فكره التوفيق في الحياه. معيار التقييم فيها مختلف جدا، بمعنى مش بكل الجهد، كل ما تكتر من الجهد اللي كان في الديزاين ما هتاخد درجة عالية أو هيطلع الديزاين بتاعك أفضل. ومش كل ديزاين فيه عليه اتفاق بشكل كبير، ممكن الديزاين يتحط ناس تشوف إنه هو واو مبدع وناس تانية تشوف إيه يعني ما هو عادي. ومشكلة طلبة الديزاين إن المشهور أو المتفوقين في الديزاين بيبقى ليهم كوكب كده زي كوكب المشاهير. يعني إيه؟ دايماً في المشروع اللي بعده يبداوا يدوروا يا ترى فلان الفلاني جاب درجه ايه، يبداوا يتتبعوا الاخبار بتاعه وتطلع شويه اشاعات بتغذي الايجو بتاعهم. فدراسه الديزاين كنوع من انواع الارت بتمر بمراحل مختلفه عن اي شيء تاني. المهم قدر انا كنت في سنه اولى واخدت مشروع، والمشروع ده كان اساس سنه اولى وطلعت منه من ضمن الاوائل، وبالتالي اتحط اسمك في الليست اللي الناس بتبدا تدور عليها كل شويه. خلصت السنة، بدأنا سنة تانية، ستاف جديد علي ان انا اثبت نفسي لان الانطباعات الاولى تدوم. في ستاف جديد، في اساتذة جداد، ولازم اكمل سلسلة النجاح بتاعي، السلسلة اللي بتقول ان النجاح دايما بيستمر. واخدت بالاسباب، بمعنى بدأ الطلب مننا ديزاين، قعدت على نفس الكرسي، قعدت على نفس المكتب، مسكت القلم بنفس المسكة، اخترت نفس نوع الورق اللي هشتغل عليه، نفس المدرسة الفكرية ذات نفسها، ورسمت، خلصت بثقة تماماً، رجعت ورا، انتظرت النتيجة. النتيجة الناس بتبدأ تقول بالجريدز، نترجمها A plus A A minus، الاسم لسه ما ظهرش، B plus B B minus. أول ما وصل إن وصلنا للمرحلة دي وما طلعش الاسم من كتر ثقتي في الأمر، أنا قلت 100% المشروع ما تصلحش، أكيد ما تصلحش. ما فوقنيش غير هما بينادوا على اسمي، أني خانة أف. إزاي أف؟ كل اللي تملكني بعدها كل اللي تملكني بعدها غضب وعدم قدرة على التفسير. أنا ما حاولتش أفسر، أنا كل اللي جاء إزاي أنا يدوني أف؟ هما مش عارفين أنا مين؟ طبعاً أنا مش أي حد، بس هي الفكرة ده أنا بتاع سنة أول، أنا اللي جاب أنتوا مش عارفيني ها؟ وزمايلك شاكت، بس يعني كل اللي في دماغك انا حواريكم. الباس اللي انت هتوريهم فيهم ايه مش باين، هو الفكره بالظبط ان انا حواريكم. طب هتوريهم ازاي؟ جا سكند بروجكت، اتعدلت بقى في القعده شويه،
اوكي مسكت القلم وشديت عليه تمام وقعدت مده اطول وسهرت ورجعت. قالوا البروجكت ده الوحيد اللي فيه 2 A بلس. يعني قالوا الاي بلس ما طلعتش، قالوا البي بلس ما طلعتش، بي ماينس ما طلعتش، ركبي خبطت. اكتشفت ان هي باس. انا كنت فقدت المنطق، انا مش فاهم باس مين وايه مين، انا ما اعرفش اكلم مين اقول ايه. الدايره اللي كانت حواليها ابتدت ايه تبعد وتروح في اماكن تانية. بقى البروجكت اللي بعدها ابتديت في مرحله انكار، اكيد انا مش غلطان، اكيد في شيء في السيستم، اغير القعده، اعمل كده، ابدا تاني، مفيش باس. اعمل ايه؟ مجموعه من الافورت المهدره تماما، افورت كتير لكن مهدره، لغايه لما ربنا كرمني في مشروع ما، حد قعد معي قعده مختلفه وابتدى يكلمني على يعني نقول الديزاين بشكل تاني. انا في المرحله دي كنت مجروح ككرامه، فدخلت البروجكت بشكل مختلف تماما، بكرسي مختلف وقلم مختلف ووضع مختلف ومدرسه فكريه مختلفه، وطلعت النتيجه اف. انا كنت وصلت للارض خلاص، ما بقى في حاجه تانية تتخسر. والمشكله الكبيره انك تبدا تفسر للاهل، تبدا تقول لهم انا جبت ده ليه، لا انت ما ذاكرتش 100%، مفيش هزار، لو كنت ذاكرت كنت هتنجح، ذاكرت كتير كنت هتطلع من المتفوقين. فخلاص ما عادش في حاجه تانية تتخسر. ساعتها لما ابتديت الدايره وسعت خلاص وبعدت، وابتديت افكر لنفسي فقط، على الاقل ابتديت افكر فور ماي اون بلاجر. الخطوات اللي حطيتها بعد كده انا ما اعرفش مين اوحى لي بيها، بس كانت لاول مره اركز في حاجه بدون ما احاول اثبت لحد شيء. وانا بشتغل البروجكت استاذ الماده وقف جنبي وقال لي البروجكت ده حلو جدا، بقيت ببص له انت عارف انا استنيت الكلمه دي قد ايه؟ انت متخيل انا من اول السنه 6 شهور لغايه دلوقتي كنت منتظر كلمة زي دي؟ بس الغريب ان اثرها في نفسي ما كانش عالي بصراحة، ما كانش فارقة، ما كنتش حاسس بالنصر، ولما طلعت النتيجة طلعت من الاوائل. بس الفترة اللي حصلت بعد كده، درجة ما زلت فاكرها، الدرجة اللي خدتها في المشروع ده انا ما قلتش عنها بعد كده. بسبب او باخر الشخص اللي بيترجم الموضوع ده الفشل بقى بيدرس، انا ما اعرفش ليه، بس في نقطة اساسية ادركت ان في حفرة، والحفرة دي بيمر بيها طلبة كتير عندنا. فكانت الفكرة أبدأ أشرحها لهم إزاي، مرحلة إن أنت هل تتجه للهوية ولا تتكلم ولا تعمل إيه، ما فهمتش. فبدأت فكرة نظرية الرز. إيه نظرية الرز؟ أنا بحب البيكري، بحب الكوكينج، والقريب مني يعرف النقطة دي، بعتبر إن الكوكينج أو البيكري نوع من أنواع الأرت. رغم إني بحب الحاجات دي وبعمل قدر من الريسبيز المعقدة، لكن بتجنب جدا الرز اللي هو مفترض عند بعض الناس أوتوماتيك، عند أمي أنا أوتوماتيك. وخلينا بقى نوضح امر معين، اللي هتكلم عليه ده لا ينطبق على امي خلاص. ليه بقى؟ لان الفكره عند الامهات، عارف الجرس بتاع الميكرويف؟ اوكي، جرس الميكرويف ده بيبقى عند الام حاجه بيلت ان، اول ما تقدر تحط الرز وتحط الميه فجاه توقف، وبعدين تحط على النار يطلع الرز. فاللي هقوله دلوقتي ممكن يبقى صادم، بس ده ما ينطبقش عليهم، ده ينطبق على الارضيين اللي زينا تمام. فكره الرز ان في كذا نوع من انواع الرز، في لونج جرين، في ايجيبشن رايز، في ايطاليان رايز، في اي شيء، في حاجات كتيره بالشكل ده. كل واحد من دول ليه خاصيه، الخاصيه بتاعته هي قدر الماء اللي بيتم تشريبها. يعني عشان اطبخ بسمتي ليه قدر، وعشان اطبخ لونج جرين ليه قدر، والبسمتي او اللونج جرين اي واحد من دول على حسب المصنع الكواليتي بتاعتها القدر ده بيختلف، فمالوش حاجه مطلقه. فهناخد imaginary كده situation وتتخيل معايا، الطلب منك انك تعمل رز، جيت انت حضرت ما تعرفش حاجه، جبت الرز حطيت الميه على الرز، ابره طلع الرز، فجاه الرز طلع رائع. جون زمايلك ايه ده، ايه الروعه دي، ده انت بتعمله احسن من ماما، تعمله احسن من مراتي. داخل الموضوع وايه ده، تعالوا بص ده فلان عمل الرز. جم الناس وراه، ايه ده، ايه يا شاف ده، مع اثر الناس اللي دخلت وابتدت تهنيك فعلا توقعت انا الشيف. تاني مره جيت تعمله، خدت المعايير اللي انت مش عارفها اساسا وحطيتها ابركادابرا، جم زمايلك يدوقوا في مشكله، الرز بايظ، الرز مش مظبوط،
ابتدم هو محتاج كذا ازاي انت ليه تدوق يا جماعه؟ لا لا، هي غلطه، انت مش بتراجع ولا بتحلل المشكله، انت بتبدا في مرحله مكابره. اصبروا المره اللي بعدها ابراكادابرا اكبر شويه، والعمليه ابتدت تبوظ، الناس ابتدت تنسحب وانت بتحاول تقنعهم. هي انت استنى استنى يا ابني، انا اللي عملت الرز، انت مش قلت ان انا افضل من تعالى انا هعمله ان اجلا او عاجلا. وفجاه ابتدت الدنيا تنسحب من حواليك، وفجاه انت على غير هدى عمال تعمل جهود، ولكن كل الجهود دي كانت مهدره. نتفق. واحد تاني، هو مش انت، هو شخص تاني. الشخص التاني بدا طلب منه الرز، حط الرز على الميه وابتدى يحطهم على النار، طلع الرز صاجي. عارف يعني ايه صاجي؟ يعني متشرب ميه كده، مهروس خالص. قال لك طب ايه المشكله، خلينا نقلل نسبه الميه. قلل نسبه الميه، طلع الرز ناشف. حلل ده وده، ابتدى ياخد حاجه في النص، الرز ابتدى يتعدل. الشخص ده ابتدى يعمل شويه جهود بالنسبه للشخص الاولاني، اسمها جهود مهدره، صح؟ لكن لما ابتدى يعدلهم في ثالث مره وهو بيعمل الرز، ايه اللي حصل؟ او في رابع او في خامس مره عمله صح، ومن بعدها ما عملهوش ابدا غلط او بشكل كبير. ده الشاف. فحضرتك قدامك حاجه من الاثنين، ايه منك تعتبر ان النجاح بتاعك تشالنج انت عايز تثبته للناس؟ خد راحتك، عذرا اخبط راسك، هتخبطها في الحيط، عاند. او انك تعرف ان التشالنج المطلوب هو انك تثبت لنفسك النجاح. محدش طالب منك، مش مفترض تثبت لحد حاجه، هو الاساس. اتنين، قلل من بكائك على نفسك شويه. ان لو قللت من بكائك على نفسك، ولو كان ضرك قوي الناس اللي شافوك وانت بتخفق، فصدقني البشر ابسط من كده. يوم هتتعادل معاك الطبخه وتستمر، ساعتها مش هيفتكروا غير حاجه واحده، انك كنت الشيف. شكرا.